عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة تاني يوم في رمضان، الشهر الجميل، الشهر الكريم اللي بنستناه من السنة للسنة علشان نتواصل مع بعض ونتقرب من بعض ونتقرب لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعيد علينا الأيام كلها بخير وبركة، وإن شاء الله تخلص أزمة الكورونا ونرجع تاني زي ما كنا، الموائد تتملي بالأهل والأصحاب والحبايب والقرايب، ونبقى مع بعض دايما، حياتنا كلها جميلة وفي سعادة. بس أهم من ده كله إن احنا لسه لازم نلتزم بالتعليمات الوقائية، كمامتك، الجوانتي بتاعك، تسيب مسافة أمانة بينك وبين الناس اللي حواليك علشان تفضل انتوا الاتنين دايما التواصل ده يدوم، لأن احنا لو اتقربنا من بعض أكتر من كده ونزلنا ورجعنا تاني للزحام ورجعنا تاني ان احنا نتعامل عادي والناس تقلع الكمامات وتقلع الجوانتيات ونبتدي ان احنا العزايم ونطلع على الكورنيش ناكل من اطباق واحدة، نسلم على بعض، وحشين بعض، ناخد بعض بالاحضان، والكلام ده كله ده هيرجعنا او هيودينا اساسا يعني لحافة الهوية. صحتك ومناعتك وامنك وسلامتك كل ده بيتلخص في شوية تعليمات وشوية حاجات وقائية المفروض ان انت تحافظ على نفسك بيهم. ان انت الصبح تصحى كل يوم، تعليمات بقى اللي هي ايه اللي انت عارفها اللي مشيت عليها خلال الفترة اللي فاتت، متقولش لا ده الحظر دلوقتي ميعاد اتأخر فخلاص انا هنزل، خلاص الجو بقى امان، خلاص الوضع بقى عادي. احنا المفروض ما نعتادش وجود الوباء، لان احنا لو اعتدنا وجوده يعني هنروح لسكة محدش عارف هنرجع فيها لحد فين. المفروض ان احنا نصحى كل يوم نبقى عارفين ان احنا لسه الموضوع مخلص، لسه في نفس الوضع اللي احنا فيه. فبالتالي يعني تخلي بالك، تبقى عارف ان انت لا مش زي ما طلعت عليها كذا حاجة على الفيسبوك وكنا بنضحك عليها بنقول ايه اهتمامنا بالجوانتي وبالكمامة راح زي ما راحت فرحة البدايات. لا، احنا لازم نكمل على نفس الوتيرة او نفس المنوال اللي احنا كنا فيه. تحافظ على نفسك من خلال الكمامة بتاعتك، ما تلمسهاش بإيدك من المكان اللي بتتنفس منه، إيدك ما تجيش على وشك، دايما المطهر بتاعك معاك في جيبك تحافظ عليه. أظن الحاجات دي بقت متوفرة دلوقتي وممكن الأسعار كمان بتاعتها تكون اتخفضت شوية، ما عادتش مرتفعة زي الأول. فشوية حاجات كده بسيطة لازم نحافظ عليها. مهما بقى فتحت كافيهات، مطاعم، غيره، أي حاجة، مولات، تبقى برضه تبقى عارف إن إيدك هي ممكن تنقل لك مصدر العدوى من أي أسطح جافة. نفس الكلام اللي كنا بنقوله في الأول. طيب عاملين إيه في تاني يوم رمضان كده وامبارح؟ الناس كنت سامع إن هي خلاص بقى ابتدت إن هي فعلا تصلي مع أهلها في البيت وابتدى ان هم يقعدوا، وسمعنا سورة السور من اول سورة البقرة بقى والقرآن، وابتدينا ان احنا نفتح المصحف ونسمع تاني اصوات القرآن من الناس ذات نفسها، هي ابتدت تفتح المصاحف. ربنا يبارك فيكم يا رب ويسعد ايامكم كلها ويجعلها سعادة ويجعلها خير وبركة، وما تكونش الازمة بتاعت الكورونا أو موضوع الحظر خلال الفترة اللي فاتت يكون أثر على بهجتنا وعلى فرحتنا باستقبال الشهر الكريم، الشهر الجميل، 30 يوم اللي بعد كده بنقول ده الشهر عدى هوا. لا، نحاول إن احنا نحافظ عليه. النهاردة طبعا عندنا مناسبة مهمة جدا بنحتفل بيها كل سنة في اليوم ده، يوم 25 إبريل، هو عيد تحرير سيناء، أرض الفيروز. كل الأغاني الوطنية الجميلة اللي بنحب نسمعها والأفلام الجميلة اللي بتجسد البطولات العظيمة اللي قام بيها جنودنا وأبطالنا في سيناء، وبندعي لهم المتوفين بالشهداء بالرحمة. ويعني بتحس بحاجة في قلبك إن أنت فخور بجد إنك مصري، وفخور إنك سيناء دي جزء من بلدك. فعايزين نخلي بالنا دايما ونفضل مترابطين ونبقى دايما في ظهر جيشنا العظيم وفي ظهر قيادتنا العظيمة علشان خاطر نطلع لبر الأمان دايما، ونوجه لهم دايما شكر ونهنيهم في عيدهم. النهاردة بقى جايبين لكم حاجات
ان شاء الله هتعجبكم جدا. معانا النهارده بقى علاج بالطاقه الحيويه، معانا العلاج بالفن، تعديل سلوك الاطفال بالفن، معانا الحاجه اللي كلكم ودايما سيدات البيوت في البيوت بتستناها، نظام غذائي، ازاي ياكل في رمضان، اعمل ايه، ايه الحاجات اللي انا احافظ عليها وايه الحاجات اللي انا ابعد عنها خالص، الحلويات، طب المكسرات، طب ايه، طب اخفف من ايه، طب اتقل من ايه، طب هل فعلا ممكن مشروبات تحرق الكلام ده كله. طبعا انا مش هحرق لكم المفاجاه الجميله اللي احنا محضرينها لكم النهارده، استنونا النهارده معانا، خليكم معانا لاخر البرنامج. النهارده بجد 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 حلقه تحفه جدا جدا جدا، مستنيين دايما تواصلكم معانا وتعليقاتكم الجميله اللي بتوصلنا سواء على الفيسبوك او على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتظهر عندكم على الشاشه. طبعا خلال الفتره اللي فاتت، الحلقات بتاعتنا اللي فاتت، قدمنا لكم تشكيله يعني جميله، سواء الناس اللي اتكلمت على الصحة النفسية، سواء الناس اللي كان اتكلمت معانا عن الإرشاد الأسري أو التربوي، سواء الناس اللي اتكلمت معانا في الجزئيات اللي تخص تنمية المهارات أو تعديل السلوك. فتوقعوا بقى معانا إيه بعد الفاصل، استنونا طالعين فاصل وراجعين لكم على طول، ما تروحوش بعيد. رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا على طول اهو، متأخرناش عليكم علشان عارفين ان انتم صحصحين من بدري مخصوص عشان تتفرجوا على البرنامج بتاعنا النهارده. جايب لكم مفاجأة جميله جدا، حد متميز من نوعه، متخصص في مجال كلكم بتحبوه، كلكم تهتموا بيه، بس يا رب نعمل بالكلام اللي هنسمعه النهارده. النهارده هديتنا ليكم في رمضان عكس كل الناس، الناس كلها هتقدم لكم فقرات بقى فيها نطبخ ايه واللحمه والفراخ والتتبيله وده وده وده، احنا جايبين لكم بقى حد هيقول لكم ازاي تمشي على نظام غذائي يكون كويس، ازاي ترشدوا استهلاككم في حاجات كتير، ازاي توفروا في الحاجات اللي هي اللي هتبقى موجوده عندكم، ما نفتحش التلاجه ونقفل الباب كل شويه نجرب من دي ونجرب من دي ولقمه من هنا وحته من هنا. معانا النهارده دكتورة ريهام عبد الغفار، اخصائي التغذيه العلاجيه، وهي معانا النهارده جايه لكم مخصوص علشان وكانت بتكلمني في الفاصل متشوقه ان هي تلتقي معاكم، وتقول لي انا لما هتكلم انا هبص لهم هم على طول علشان انا النهارده جايبه لهم حاجات مميزه جدا. دكتوره ريهام، نورتي الدنيا كلها، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب وبالف خير، والساده المشاهدين بالف صحه، ورمضان كريم، وربنا يتقبل صالح الاعمال من الجميع يا رب. ان شاء الله رب يكون شهر خير علينا جميعا باذن الله يا رب. وزي ما احنا شايفين كده دكتوره ريهام النهارده بتطلع علينا باطلاله بشوشه بجد، اطلاله حضرتك مميزه جدا النهارده ومتماشيه مع الاتموسفير الجو العام عندنا هنا، يعني شويه تفاؤل بقى كده يا دكتور محمد. وطبعا ده علشان نتفائل خير دايما، واللي جاي باذن الله يكون احسن كتير من الوقت اللي احنا عدينا بيه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره ريهام، قبل ما ادخل معاكي في موضوع ازاي ان احنا نعمل ايه خلال شهر رمضان والحاجات الارشادات اللي احنا هنمشي عليها ايه والكلام الجميل المميز ده كله، خلينا نقول بس حاجه خطرت على بالي لسه دلوقتي فورا اهو. هو ايه اغلب المشاكل اللي بتجيلك؟ يعني ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك بتواجهيها مع الناس؟ الفكره انه هو الناس بتبقى من ناحيه التغذيه او الخساسين، المريض بيبقى جاي عنده مشاكل صحيه مزمنه وجاي مضطر يعمل نظام غذائي علشان يحسن من الحاله المرضيه اللي هو فيها. ما بيبقاش مقتنع انه لانه بيبقى جاي متحول مثلا من دكتور عظام انه في مشاكل في الفقرات او العظم بسبب الوزن الزائد، فبيبقى مش جاي مبسوط او هو عاوز يعمل ده. فطبعا هي دي من اصعب المشاكل اللي بتقابلني، ان احنا اني اتكلم الوزن مع الزائد وتاثيره على الصحه على العظم والفقرات، واكيد طبعا الركب بقى والمفاصل والكلام ده كله. بالظبط. ده اذا ما تطرقناش بقى المشاكل اللي هي اللي بتخص القلب والتصلب الشرايين والكلام ده كله. كل دي مشاكل طبعا بتسببها السمنه، لانه الوزن الزائد ده بيعمل بتبقى دهون زياده جدا في الدم، فالجسم ما بيقدرش يتخلص منها بسهوله،
فطبعا بيعمل بيزود معدل السكر جامد جدا، وبيعمل مشاكل في القلب والفقرات وكده. جميل. طيب احنا عارفين ان احنا بيتقال علينا ان احنا شعب اكيل، بنحب الاكل جدا وبنتفنن، وطبعا يعني اكل عثماني تلاقينا بنعمل، اكل فاطمي تلاقينا بنعمل، اكل كل البلاد وكل الاماكن، حتى الهند يعني اشتهرت ان هي بالتواصل ما بيننا وما بينها في موضوع التوابل الهندي ده من قديم الازل. طيب النظام الغذائي بتاعنا السليم في رمضان، هو دلوقتي احنا شهر رمضان ده بالذات فرصة عظيمة جدا ان احنا نحسن بقى كل المشاكل اللي حضرتك اتكلمت فيها دي، ازاي مريض السكر والضغط والكوليسترول وكل ده بيتحسن، لان طبعا الصيام ليها فوائد كتير جدا. اهم فوائد الصيام ان هو بيجدد الخلايا اللي في جسمنا، وبيعمل تنشيط للذاكرة، وكمان هنعرض صورة النظام بتاع الغذائي بتاعنا على الشاشة، بس يعني ننتظر. انا محتاجة الاول اشرح للمشاهدين عشان احنا ليه بنعمل كده، عشان هم بيتواصلوا معاهم على كنترول مستعجلين وعايزين النظام الغذائي. خلينا النظام الغذائي نعرضه في الاخر. النظام هنعرضه لكم، بس خليكم معانا بس في الكلام ده، مهم جدا. بالظبط. فدلوقتي احنا في الوضع اللي احنا فيه، احنا موضوع ان احنا ناكل اكل صحي وان احنا نهتم بانواع الاكل اللي بناخدها ما بقاش موضوع رفاهيه، هو موضوع اهم بكتير، لانه بيتعلق بحياتنا نفسها. ازاي؟ لان احنا دلوقتي في وضع استثنائي، ورمضان مختلف علشان موضوع الكوفيد 19 ده، هو خط الدفاع الاول ان احنا نقدر نقاوم الفيروس ده هو جهازنا المناعي. طبعا. والى هذا الوقت ما فيش دواء باسم الكوفيد 19 بناخده وبنخف على طول. طبعا. فدلوقتي ما عندناش غير جهاز المناعه بتاعتنا، فاحنا لازم اللي احنا نهتم بيه علشان يبقى الى حد ما لما حد فينا بيتعرض للفيروس بيقدر يقاوم المرض. بس يا دكتور احنا جبنا اكل كتير، هو الفكره انه هي اختيار الانواع. انا دلوقتي مهم ان انا اعمل ايه؟ ما هو انا لازم اختار واجهز مطبخي بالحاجات اللي انا هاكلها عشان ابدا اللي انا اهتم بيها كويس. طيب انا ايه بيتعرض معانا على الشاشه برضو النظام الغذائي عشان الناس اللي بتلحق تكتب، وحضرتك كملي. وانا اوكي. طيب هو احنا دلوقتي المفروض نعمل ايه علشان نقوي جهاز المناعه بتاعنا؟ دلوقتي هو جهاز المناعة ده عبارة عن ايه اصلا؟ عبارة عن مجموعة من الخلايا، شبكة كده كبيرة ومكلكعة اسمها الليمفوسايت سيلز يعني، فهي متقسمة لكذا مجموعة، مجموعة بتحارب اي فيروس داخل، ومجموعة تانية بتسجل اذا الفيروس ده تعرضت له قبل كده، بتعمل له زي كود كده معين، فبتبدأ تسجله عشان لما تيجي تتعرض له مرة تانية فبتكون عارفاه، فبتبدأ تتعرف عليه وتعالجه. مجموعة تانية بقى عاملة زي الجيش كده، بتطلع تهاجم وتقاوم وتحارب يعني أي فيروس أو أي بكتيريا داخلة. طيب أنا دلوقتي وكمان مطالب من الجهاز المناعي بتاعي أنه يلم بقى ورا المعركة اللي حصلت دي، النفايات اللي حصلت دي كلها. طيب إيه كمان المفروض اللي أنا أعمله؟ في أنواع أكل معينة بتخليني جهاز المناعة ده شغال بكفاءة كويسة. أهمها طبعا المعدة. والقطايف منهم؟ لا، أهمها المعدة. لو المعدة مش سليمة، لأنه جهاز المناعة بيبدأ من المعدة، يبقى أنا مش هقدر أقاوم كويس. فبالتالي أنا محتاج معدتي تبقى سليمة. طبعا كل الحاجات دي بتبهدل لي نظام المناعة. أكيد، لأن إحنا بنبقى بنصوم وقت طويل، وبمجرد ما بيفتح بيضرب المدفع بالظبط بنبتدي. طب انا بقى احافظ على معدتي ازاي؟ اهم حاجه ان انا اخد حاجات اسمها بري والبرو بايوتكس، دي موجوده في الزبادي، موجوده في العسل الابيض، موجوده كمان في الحاجات اللي هي متخمره شويه زي الكرومب والحاجات دي. طيب ايه تاني؟ طيب مهم اللي يحب يعرف الكلام ده طبعا هيدخل على صفحه الدكتوره، موجوده على الشاشه بتتعرض معانا دلوقتي. بالظبط. تمام. ورقم تليفون حضرتك موجود معانا برضو للتواصل مع دكتوره رهيب. بالظبط. كملي حضرتك، احنا معاكي. طيب كمان انا المفروض ان انا اعمل ايه تاني علشان استفيد من الشهر ده؟ واللي انا في ناس كتيره جدا بتبقى عايزه ان هي تنزل في الوزن في خلال تستغل بقى أكيد شهر رمضان في نزول الوزن. بالظبط، ان احنا ممكن نحاول ان احنا ننزل في الوزن، على العكس ما الناس يعني بتطلع من الشهر فعليا زايده، يعني وزنها زايد، بحيث ان هم
بقول لحضرتك يعني واضح ان الناس السنه دي خزنت كميه اكل، والفتره ما بقى هو اللي هم احنا قعدناهم في عشان ما البيت. حددناش، احنا لو حددنا الخمس حاجات اللي احنا هنجيبها، يعني لو اشتغلنا على المعده جبنا مجموعه البروبيوتكس اللي احنا محتاجينها، اشتغلنا اللي احنا جبنا انواع اكل اللي ما تخليش حمضي دمنا، برضو ده في حمضي وفي يعني هو المفروض ان هو قلوي بانواع سكريات كتير وانواع مقليات وحاجات كتير مضره بيتحول الى حمضي، وده بيستقبل اي فيروس او اي بكتيريا داخله بكل سهوله جدا ما بيقدرش يقاوم. فعشان كده احنا بنهتم بانواع الاكل اللي احنا بنختارها. اهم الريكومنديشنز اللي قالت عليها دبليو اتش او، يعني كل شويه تنزل لنا كده ريكومنديشنز مهمه جدا ازاي ان احنا نحافظ على جهازنا المناعي، من اهمها فيتامينز زي الاي والسي والاي والدي، بنسميهم والبي كومبلكس والبي والاوميجا كمان 3، دول انا مش لازم اخدهم، مش لازم اجيب اغلى انواع الادويه واجيب ال 2000 جرام فيتامين سي واجيب كل الحاجات دي. فيتامين سي ده موجود في حاجات كتير جدا احنا بناكلها، واحنا محتاجين كام ميلي جرام في اليوم؟ 70 للسيدات و90 للرجال، وده بنلاقيهم بمنتهى السهوله في شويه فلفل الوان وشويه وليمون او جوافة. طبق سبانخ وجوافه، كل دول بيغطوا ال 70 او 80 جرام وزياده كمان. كل الحمضيات عندنا اللي هي زي الليمون والبرتقال والفراوله، كل دول والكيوي، كل ده حاجات فيها فيتامين سي، ولو اخذنا ثلاث ثمرات فاكهه او طبق خضار من الحاجات دي بناخد بمنتهى السهوله الجرعه اللي احنا محتاجينها. وفيتامين اي ودي موجودين في الاسماك والمكسرات وكل الحاجات اللي لونها اخضر. تمام. فيتامين اي موجود في الحاجات الصفراء، موجود في الجزر، موجود في البطاطا، موجود في القرع العسل. فاحنا ممكن ناخد الحاجات دي ونعملها كسناكس بقى بدل الكنافه والبسبوسه والكلام ده كله، نعمل الحاجات دي، نستخدم البطاطا والقرع العسل، نستخدم الفاكهه اللطيفه بتاعتنا نحط عليها شويه مكسرات. طيب دكتوره، بالنسبه للجزئيه اللي هي بتاعت المكسرات في حضرتك اول ما اتكلمتي فيها، وجزئيه اللي هي الحلويات الكنافه والبسبوسه والكلام ده كله، ممكن نسيب مسافه قد ايه ما بين الفطار وما بين الحاجات دي لو احنا هناكلها؟ تمام، هو تنظيم الاكل هو ده اهم حاجه في الموضوع، حاليا مواعيد. بيبقوا كلهم موجودين على السفره الواحده. تمام، يعني كلت اشرب حلي، كل تاني اشرب حلي تاني، طب شويه من اللي كانوا موجودين، اصل القطايف لو باتت هتبوظ. هو الحكمه بتبدا من الفطار، احنا كلنا يعني لحد ما الناس بتصوم الحكيم هو اللي يعرف يفطر ازاي، يعني هي بتبدا من الحكمه، بتبدا من بدايه الفطار نفسها. اول ما بهاجم جسمي بكميات سكريات عاليه جدا اشرب بقى عصير واكل بلح وكل كميه السكريات دي مره واحده، جسمي بيحصل زياده الجلوكوز بتعلى جدا في الدم، فبيبدا يطالب تقابله كميه انسولين عاليه جدا، ف وبعدين بعدين ابدا ادخل على اكل واخد كميات كبيره، فبعدين الكبد بيحصل له ان هو بيحصل له لود جامد جدا، فبيحصل خمول في الجسم، ويحصل طبعا الخمول اللي احنا بيحصل لنا كلنا بعد الفطار ده. طب والموضوع ده بسبب ان الانسولين بيعلى جدا، الانسولين سبايك. الموضوع ده ما يظبطوش كوبايه شاي؟ اكيد لا. اكيد لا، اكيد ما هو اللي هيعمل كده اكيد مش هيقوم يصلي بعد كده. فاحنا عشان كده احنا بنقسم التقسيمه اللي حضرتك سالتني نعمل ايه بقى ونقسمها ازاي. التقسيمه بقى والحكمه من الاول، اللي انا هاخد من ثمره لثلاثه تمر، طبعا سنه طبعا احنا بنعرف حكمتها فيما بعد، يعني هو فعلا الكلام اللي قاله الرسول والسنه هي دي اصح حاجه. لما افطر على ثلاث تمرات ومعاهم كوبايه لبن، الحكمه منها ان اللبن ده بروتين وده سكريات، البروتين بيقلل الجلايسيميك اندكس بتاع السكر، يعني ما بيخليش السكر يطلع ويعمل سبايك للانسولين مره واحده كده، لا اللبن بيهديه شويه. فانا بعد كده بروح المفروض اصلي الاول، وبعد بيكون عدى ربع ساعه تقريبا، بعد كده ببدا اخد اكلي واحده واحده، وابدا اللي انا اقسم بقى طبقي اللي انا اصح حاجه. مش هقول ان انا لازم طبعا عشان احسب سعرات لكل واحد للتاني، طبعا ده بيبقى انديفيديوال فاريشنز بين كل بني ادم والتاني وعلى حسب حالته الصحيه. مثلا مريض السكر كل وحده انسولين ليها من 10 ل 15 جرام كارب، فانا بستثنى ده ليه حسابات معينه. بني ادم بقى الطبيعي اللي قاعد في البيت، طب يعمل ايه؟ طب انا دلوقتي قاعد في البيت محتاجه اعرف انا قد ايه باخد سعرات، هقول له اضرب وزنك في 22
يعني وده كده السعرات اللي انت محتاجها. حد 80 كيلو في 22 هيعمل حوالي 1700 سعر. انزل عنهم شوية بطبعا اكل مناسب كده هخس، ازود عنهم كتير كده طبعا هدخل. طيب حاجة تانية المية بقى، يعني زي ما انا حسبت الاكل لازم احسب المية لان الاتنين مهمين جدا. المية كمان كل كيلو جرام بيحتاج 30 ملي مية، يعني أنا برضو أضرب وزني في 30 هعرف كمية المية اللي أنا محتاجها. إزاي بقى أقسم طبقي؟ يعني أنا أجيب الطبق بتاعي وأقسمه تلات 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 بس ما تلات اعتقدش يا دكتورة برضو يعني مثلا لو حد وزنه فوق المية فلو ضرب في 30 هيحتاج 4 لتر ميه في اليوم مثلا او 3 وشويه، هو فعلا لو هو 100 كيلو فبالتالي احتاج 3 لتر فعلا المشكله في الميه، ان احنا ما 3 لتر. بنلتزمش بالموضوع ده، الفكره بقى في خصوصا ان التقسيم. كده بقت الفتره قريبه من يعني فتره من بين الفطار للسحور قريبه جدا ان انا اقدر اشرب فيهم 3 لتر ميه. فوق كده كمان في ناس بتشتكي ان هي لما بتشرب ميه مع الاكل بيجي لها حموضه او تحس ان هي امتلاء زياده او كده. انا لو بدات من اول فطار اخد كوبايه ميه مع التمر واللبن، وبعد كده بعد الفطار كل نص ساعه اشرب كوبايه ميه، هوصل للتارجت اللي انا محتاجاه على السحور. نسيت نص ساعه يبقى الساعه اللي بعدها اخد كوبايتين ميه. الناس اللي ما بتحبش طعم الميه ممكن نغير نكهتها ان احنا نضيف عليها ورق نعناع اخضر او عيدان قرفه ناشفه، ده هيغير نكهه الميه بس مش هيغير المحتوى، وهي ساقعه كده بس هيغير نكهه الميه، فبالتالي هقدر اشربها بطريقه احسن، يعني مش هبقى متضايق منها. تمام. الفكره بقى كمان ان انا بعد التوقيت بقى، يعني انا دلوقتي فطرت وبعد الفطار المفروض اقعد على الاقل 3 ساعات قبل ما اخد السناك بتاعي. يعني مش يعني لو انا هاخد حلويات ممكن تبقى قطعه صغيره جدا في خلال ساعه بعد الفطار في حدود 30 جرام مثلا. وبعد كده اخد سناك اللي هي وجبه خفيفه. وجبه خفيفه ممكن اعملها بكذا طريقه وتكون مفيده جدا وتقوي مناعتي واخس في نفس الوقت. جميل. زي ممكن اخد فاكهه واقطع عليها ومعها زبادي ومثلا 30 جرام مكسرات، قد مثلا كبشه الايد مكسرات، كل واحد على قد حجم ايده، ممكن هتبقى عامله 30 من حوالي 12 ل 15 حبات مكسرات. تمام. فممكن نستخدمها وتبقى مشبعه جدا وهتديني طاقه للي انا اقعد للسحور واخد وجبه سحور كويسه برضه. دكتورتنا النهارده طبعا كنت معانا منوره الدنيا كلها، بس انا عايز بقى منك نصايح ورسائل مباشره منك لجمهورك اللي انت كنت مستنيه تتواصلي. طب انا هتكلم في نقطه مختلفه فضلي شويه. فضلي. الناس اللي طبعا بتلعب رياضه متعوده على ان هي تشيل اوزان او تلعب كلاس كارديو مثلا نص ساعه ساعه، ده بيبقى انسب توقيت لي قبل الفطار بساعه او بعد الفطار ب3 ساعات. طب الناس بقى اللي لسه تقيله على الرياضه شويه تعمل ايه؟ في حاجه ظريفه جدا اسمها سناك اكسرسايز. سناك اكسرسايز ده بيبقى ميزته ان هو ما بيعديش ال 15 دقيقه، اكسرسايز خفيف كده. المهم فيه اللي انا زي مثلا ووك ات هوم، يعني انا ممكن اشغل برنامج ووك ات هوم وامشي عليه ربع ساعه. الفكره ان من الربع ساعه دي انا استفيد منها جامد جدا، هيظبط نسبه الجلوكوز في الدم. فالناس اللي هي عندها ريزيستنت الانسولين ريزيستنت وما بتخسش بسهوله هتخس بمنتهى السهوله، وبتظبط نسبه الجلوكوز في الدم كويس جدا للناس عندها سكر من النوع الثاني. الفكره بقى اللي انا اخدها مرتين لثلاثه. ازاي؟ يعني انا قبل الفطار بربع ساعه اقوم اعمل اكسرسايز زي ده، تاني مره اغير في شكله، لو بالليل ممكن استخدم ازايز ميه اللي هي لتر ونص واعملها زي ويتس بكام تمرين بسيط كده بوصل بالظبط. ده برضو سناك اكسرسايز. الفكره اللي انا احس ان ضربات قلبي زادت واخد النفس من 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 مناخيري واطلعه من بقي، يبقى انا كده بعمل الاكسرسايز بتاعي صح، وبيعلي معدل الحرق جدا. كان خدت اي، طبعا الناس كلها بتحب ادويه التخسيس والكلام ده، كان خدت اي حبايه تخسيس. فهو بيفرق قوي السناك اكسرسايز قبل الاكل بنص ساعه، بيزيد معدل الحرق جدا وبيساعدني جدا ان انا احرق كل الاكل اللي انا اكلته. تاني نقطه بس هنتكلم فيها ان انا ايه هي الحاجات اللي ابعد عنها خالص، يعني يا ريت اللحوم المصنعه نبعد عنها خالص في الشهر ده، لان هي فعلا يعني هتبهدل الدنيا في الجهاز المناعي بتاعي. أكيد. الملح الكتير لانه هيعمل احتباس للميه ومش هنخس، لو احنا هدفنا الخسسان مش هنخس. كمية الكافيين الزيادة نزود بقى مية لانه هيدر قصادها مية، هنزود بقى مية عن الكمية اللي احنا حسبناها الاول.
تمام. الناس بمنتهى السهوله تقدر تخس من 5 كيلو ل 8 كيلو على الاقل لو اتبعت النظام الغذائي اللي احنا عرضناه على الشاشه وعملت السناك اكسرسايز، هتوصل لاحسن نتيجه وهي مش اقل من 8 كيلو في الشهر. ده الدايت ده يخص الناس اللي في حدود 80 كيلو، لو اكتر من كده شويه هنزود في حدود 200 سعر ل 300، لو اقل من كده هنقلل 200 ل 300 سعر. طبعا صفحه حضرتك نزل اللينك بتاعها على الشاشه معانا، ومنوره الدنيا كلها. انت بقى توعدينا بحلقه تانية تيجي تكملي معانا التفاصيل فيها، خصوصا احنا اتكلمنا لحد 80 كيلو، عايزين بقى نتكلم عن الناس اللي زي كده، الاوزان اللي هي المصريه الجميله بتاعتنا اللي احنا مشهورين ان احنا طبعا هنطلع من بعد رمضان كلنا ما شاء الله علينا. لا هو احنا لو عملنا النظام اللي احنا قلنا عليه ووزعنا وجباتنا وعملنا الاكسرسايز الخفيف هنطلع كلنا خاسين بالعكس خالص، يعني هو مش هيبقى في اي مشاكل والناس كلها هتبقى ان شاء الله. دكتوره ريهام عبد الغفار اخصائيه التغذيه العلاجيه، نورتينا وشرفتي الاستوديو النهارده. شكرا ليك. زي ما سمعنا كده النهارده يا رب نلتزم بالتعليمات الجميله اللي احنا سمعناها، الى جانب التعليمات الحرص اللي نواجه توافرها معانا علشان نواجه الكورونا ولازم نقاوم مناعتنا. استنونا بعد الفاصل، جايبين لكم مفاجاه حلوه جدا.